أنا حسين وأخوي علي من مدينة الحلة، نشتغل كوافيرية حلاليق. عندنا حملات للفقراء والأيتام خلال أيام الأسبوع، عندنا أيام محدودة نشتغل للأيتام وعوائل الفقراء، بالإضافة إلى شغلنا عندنا رسمات نرسم على الشعر. بدينا هذا المجال المساعدة الأيتام وعوائل الشهداء والقوات الأمنية. كل إنسان يقدر يساعد من خلال عمله. إحنا أكثر شيء يعني نقدر نقدمه نساعد من خلال عملنا، نرسم البهجة على وجوههم، يعني نحاول نساعدهم. كنا نطلع منظمات بشكل يعني منظمات خيرية تدز علينا، احنا نطلع نساهم كله مجانا. هسه نجيبهم هنا بسبب الأوضاع، يعني أوضاع كورونا، المكان مالتنا مكان العمل أكثر أمان وأكثر وقاية. أنا تركت الدراسة لأن أنا كبير، ماكو أحد معي، ما عندنا أي راتب يعني من الدولة. اشتغلنا بمجال الحلاقة لأن أصلا هوايتنا الرسم والفن، فإحنا شفناها شغلة أقرب شيء للإبداع للفن مجال الحلاقة. إحنا اشتغلنا بهذا المشروع أنا وأخوي، كبرنا المشروع شوية وخلينا اثنين ويانا يشتغلون بنفس المكان، حتى نساعد الشباب انه تشتغل، وبالمقابل هم يستفادون وهم احنا نستفاد. يا حبيبي شنو الحلاقة؟ انا يوسف صديق علي وحسين، حبيت مهنة الحلاقة فتعلمتها وجيت هنا بصالون البارون يوم علي وحسين اصحاب الصالون، تعلمت مهنة الحلاقة وجيت اخذت كرسي يمهم هنا وما قصروا وياي، وجاهزين انه يساعدون او يعلمون بقيه الشباب اللي يريدون يتعلمون شغله الحلاقه. راح يطلعون هم حملات وانا اكون متواجد وياهم ان شاء الله بالحملات مالتهم لمساعده الفقراء واليتامى، يعني قصات حلوه وجديده وباللي هم يعجبهم. احنا طبعا صالوننا بمركز المدينه، بس لكن نشتغل باسعار رمزيه حتى نقدر نوافق بكل الطبقات، ما نقدر نرفع السعر لان حتى كل الشباب تجي تشتغل والشغل اللي تريده وشغله باسعار رمزيه ومناسبه. تمام، هل هيك؟ وش حكي احلى نحكي.